لسه عندي اخبار ولسه عندي تفاصيل كتيره في نادي الزمالك. اولا انه الكابتن اسامه نبيه بيوافق على العوده مجددا لنادي الزمالك كمدرب عام للفريق، وزي ما حضراتكم عارفين تفاصيل كانت على يعني على المشاع زي ما بيتقال. امبارح كان معايا الاستاذ محمد الاتربي وقال انه الكابتن اسامه نبيه لم يتقدم باستقالته، وانه في جلسه هتجمع ما بينه وما بين مجلس الاداره ومن بعدها باتريس كارترون، وان الامور هترجع مره ثانيه، وانه الكابتن اسامه نبيه موجود كمدرب عام. اما فيما يتعلق بهل حد هيعوض غياب الكابتن احمد عبد المقصود، قال لك والله احنا ما اتكلمناش مع الراجل في القصه ديت، بس على ما يبدو انه لسه ما فيش طلبات من كارترون لتعويض الكابتن احمد عبد المقصود. استخيل انه في وقت من الاوقات لازم يبقى مجلس الاداره عنده دور. انا هفضل اقولها معلش مع كامل احترامي ويعني وتقديري لكل الاراء ووجهات النظر طبعا، وهي دايما كده كره القدم فيها اراء وفيها وجهات نظر. نادي الزمالك محتاج مدير كوره، خلاص ماشي نجيب بالاخر يعني. محتاج مدير كوره، مدير كوره شخصيه حازمه حاسمه تقفل الدنيا هنا في الحته دي، ويبقى راجل حلقه وصل. الناس بقى تروح تقول وتيجي وتعمل وكل واحد يقول رايه وبتاع، بس خليني اقول لك رايي بصراحه، الزمالك محتاج في الحته دي مكان.